السلام عليكم أصدقاء، اليوم إن شاء الله غنبداو الدرس رقم 3 واللي هو تاريخ عائلتي. غادي نهضروا أولا غادي نتحدثوا عن شجرات العائلة. واش كتعرفي شنو معنى شجرة العائلة؟ كيفاش دايرة شجرة العائلة؟ وهذه هي شجرة العائلة، يعني شنو؟ تتكون من الأجداد ومن الآباء ومن الأحفاد، وكل طبقة هذا كيتسمى جيل وهذا جيل وهذا الجيل، يعني اجيال. هذا الشيء اللي خصنا نعرفه اليوم ان شاء الله في هذا الدرس. هذا اذا في هذا الدرس ان شاء الله لتمثيل العلاقات التي تجمع بين افراد اسرتهما نرسمها في شكل شجره تسمى شجره العائله اللي هي هذه. ولانجازها نحتاج الى شهادات ووثائق عدلية اللي كنا شفنا في الدرس الأول ديال الوثائق وشهادات. إذن أول نشاط غادي نقراوه ما الشهادات والوثائق التي أجمعها لإنجاز شجرات العائلة. إذن شكون هما الوثائق المطلوبين؟ ثاني حاجة في النشاط الثاني، وكيف أقرأ شجرة العائلة وكيف أنجز شجرة عائلتي، يعني هاد الشجره هادي كيفاش غادي نصاوب مثلا انا هو هذا بابا شكون جد ماما جد بابا جد 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 بابا خويا هذا. صافي غادي نشوفوا اول حاجه اللي هو ما هي الوثائق واش الشهادات. وعارف كنتي راه من شجره انت هي ادنى الشجره اللي غادي نقراو دابا. اذا هنا انجزوا انشطتي. النشاط الاول أتعرف شهادات ووثائق لإنجاز شجرة العائلة. إذن باش نعرف هاد شجرة العائلة خاصني نعرف هاد الجملة هادي اللي غادي نكتب دابا. هاديك علاقة، العلاقة شجرة العائلة شنو هي؟ شنو كتبين لينا؟ توضح شجرة العائلة العائلة علاقة النسب بين الجد والابن والاب والاحفاد. هذا هو التعريف ديال العلاقه الشجره اولا شجره العائله. شجره العائله عندها علاقه باش بالنسب ديال من بين الجد والاباء والاحفاد والابناء ولا الاحفاد. اذا هنا اقرا شهاده شفهيه عن تكوين عائله ديال من هذه الشفهيه ديال واحد الجده. اذا لك جدتان، أنا صفية جدتك من أبيك، ورحمة جدتك من أمك. إذن هذه شحال عندها من جدة؟ جدتان، وحدة منين؟ من الأب، والثانية من الأم. ولك جد من أبيك أحمد الناجي، وجدك لأمك إبراهيم العالمي. إذا شحال من جد عنده؟ تا هو عنده جوج ديال الجدود، جد ديال الأب ديالو وجد ديالاش ديال الأم ديالو. والدك عمر الناجي تزوج من أمك زهرة العالمي ورزق ثلاثة أبناء، أنت يا خالد وأختك نهيلة وتبلغ من العمر 5 سنوات، ويوسف الذي لم يتجاوز بعد 3 أعوام، فنحن نشكل 3 أجيال. كيفاش 3 أجيال؟ عندنا الجيل الأول ديال من؟ ديال الأجداد، والجيل الثاني ديال من؟ ديال الآباء، وجيل الثالث ديال من؟ ديال الأطفال ديال الأبناء. صافي مزيان. إوا دابا غنتعرفوا على بعض الوثائق المكتوبة. هذه شهادة شفهية، ودابا الوثائق المكتوبة الخاصة بالعائلة اللي خاصنا نجمعوا أولا اللي كتبين لنا الأصول واللي كتبين لنا الفروع ديال العائلة اللي كتوضح لنا شجرات العائلة. صافي هما سميتهم هادو هما الأوراق اللي غادي نحتاجهم. من بين هاد الوثائق اللي غادي نحتاجهم أول وثيقة. إذن أول وثيقة هي نسخة من عقد زواج والدي خالد. حيت باش تكون عندنا واحد العائلة ضروري خاص يكون عندنا زواج بين رجل وامرأة، يعني ضروري يكون عندنا واحد العقد
ديال الزواج باش كتكون العائلة. إلا ما كانش هاد العقد هذا ما كيناش شي حاجة سميتها العائلة. والوثيقة الثانية وهي نسخة من رسم الولادة خالد، واللي كنسميوها بالفرنسي واللي كنقولوا احنا بالدارجة نمشيو نجيبوا واحد ليكستري، واحد عقد ازدياد منين تنجيبوه من المقاطعة من الجامعة المحلية التابعة للمنطقة ديالنا فين تزادينا حنا، تناخدوها صافي تناخدو هاد الوثيقة هادي. وهاد الوثيقة بناء على ايش دفتر الحالة المدنية تعطيونا هاد الوثيقة هادي. وهاد الوثيقة هي نسخة نسخة ديال الولادة، يعني كتقول لينا امتى تزادينا وشنو السميه ديالنا وفينا بلاصه تزادينا وسميت الاب ديالنا وسميت الام ديالنا، كلشي تيكون مقيد في هذه الورقه هذه. وثالث وثيقه حتى هي باش نكملوا بان نهيله حتى هي من العائله خاص يكون عندها نسخه من رسم الولاده ديالها اللي قلنا تيكون فيه التاريخ ديال الولاده والمكان ديال الولاده والجنسيه، وتيكون فيه حتى سميت باها وسميت امها كما قالوا لينا هنايا باها سميتو عمر الناجي، ها هي عمر الناجي، وماماها سميتو زهره العالمي، ها هي زهره العالمي، باش كنعرفوا بان هاد نهيله والديها هما هاد الجوج. مزيان، وهنا غادي نرجعوا النص ديالنا وغادي نشوفوا واحد الكلمه مكتوبه هنايا باللون الاحمر اللي سميتها اجيال. اذا شنو معنيت اجيال؟ هاد التعريف ديال الاجيال بغيتك اوليدي ولا بنيتي ولا نتيا حفظتيه مزيان. والاجيال مفرد جيل، الافراد الذين يعيشون في فتره زمنيه نفسها ولهم اعمار متقاربه ومدته حوالي 30 عاما. اذا في الجيل هو 30 عام صافي، كل 30 عام تقريبا تيتسمى جيل صافي. دابا تنقولوا حنا الجيل ديال الثلاثينات يعني اللي في عمره 30، كاين جيل ديال الستينات اللي تزادوا في 1960، هذا جيل ديال الستينات. كاين 1970 كنقولوا لهم جيل ديال السبعينات، واللي تزادوا في 2000 كنقولوا الجيل ديالاش 2000. وندوزو الفترة ديال الأسئلة اللي كنجاوبوهم غير شفاهيا. أذكروا أسماء أجداد خالد من أبيه وأمه. إيوا شنو خصنا حنا؟ خصنا ضروري نرجعو للوثيقة ديالنا. انطلاقا من الوثيقة الأولى ديالنا اللي قرينا، قالك أسماء أجداد خالد من أبيه وأمه. شكون هما؟ فين هو خالد؟ هو هذا. إذا شكون باباه؟ باباه هو زهرة، ياك؟ هذه أمه وأبوه هو عمر، ها؟ ولكن اسم الجد ديالو هو أحمد ناجي، واسم الجدة ديالو إبراهيم العالمي صافي. ولكن هو عنده جوج جدات، جوج جدات وجوج، هو من أبيه اسم أجداده من أبيه، هما هادو سميات هذا أمه العالمي. هنايا صافية، هنا جده رحمه رحمته جدته من رحمته، كاين هنا رحمته جد ما عليناش. قال لك هنا ورتبوا اخوه خالد حسب الاعمار من الاكبر الى الاصغر. شكون الكبير هنا؟ خالد واخته نهيله تبلغ من عمر 5 سنوات، ويوسف الذي لم يتجاوز بعد 3 اعوام. اذا شكون الكبير؟ خالد عام 3 سنين، 3 اعوام هي 3 سنوات. خالد هو الكبير، من موراه شكون؟ نهيلة، من موراها يوسف صافي. إذا قالوا لنا هنا انقل الجدول إلى دفترك اللي هو هذا الجدول، وقالوا لنا وأبين نوع العلاقة العائلية التي تثبت الوثائق 1 و2 و3. إذا الوثيقة الأولى شنو لقيناها؟ عقد زواج. إذا شنو نوع العلاقة؟ زواج. زواج. غادي نديرو زواج. صافي. ولادة الثانية والثالثة ولادة، نسخ الولادة، نسخ من بالولادة،
من موجز ولا من نوع العلاقه ديال هذوك. هما قدو نقولوا الاخوه، حيت قال لك هنا وبينوا نوع العلاقه العائليه التي تثبت الوثائق. هذيك الوثائق اش كتبين؟ كتبين الاخوه، نوع العلاقه هي الاخوه. الاخوه اذا هذوك بجوج خوتهم من باهم طبي. ايوا ملي قرينا النشاط الاول دابا غندوزو النشاط الثاني، اقرا شجره عائله. كيفاش يمكن لينا نقراو شجره العائله؟ وعندنا النشاط الثالث، هذا النشاط الثاني هو النشاط الثالث، غادي نديرو بحال النشاط الثالث ولكن حنا ما غاديش نخدموه صافي. اذا ماذا تلاحظين؟ شجره العائله تتكون من جيل الاجداد وجيل الاباء وجيل نحن الاطفال. اذا دابا شكون اللي كيتحدث؟ فدوى. اذا فدوى هي اللي صوبت هذه الشجره. دابا كيفاش غادي نقراوها؟ فدوى هادو هما الاطفال، الصور ديالهم وتاريخ الازدياد ديالهم معايش مع الاسم ديال كل شخص. حتى هنا الام سميتها الهام وتزادت في 1985، والاب سميته رشيد وتزاد في 1980، وهنا علي هو الجد ديال من؟ ديال الاب، وزهراء هي الام ديال الاب. هادو اجداد ديال من؟ ديال الاب. وهادو اجداد ديال الاب ديال الام صافي. وهادو اطفالها، وهادو اطفال ديال من؟ ديال هاد جوج ديال الاباء. وهاد الاباء قلنا كتربطهم واحد الصله هي ديال اش؟ الزواج. تري بيان. إذا السؤال الأول قالوا لي أذكر أسماء أجدادها من أبيها وأمها. شكون هي هذه؟ هاد فدوى، حيت هي اللي رسمت الشجر. إذا شكون هما الأجداد ديالها من أبيها؟ إذا أجداد ديالها من أبيها هو علي والزهر والزهرة، وأجداد من أمها هو عبد الله وعفاف صافي. مزيان. قال لك أنقل الجدول على دفتري وأحدد العلاقة التي تربط بين بعض أفراد العائلة. إذا الجدول ديالي هو هذا، أفراد عائلة فدوى، وهنايا نوع العلاقة رشيد وعبد الله. فين هو رشيد؟ إذا ها هو رشيد ومعاه عبد الله. إذا شنو تنقولوا حنا بالدارجة؟ تنقولوا هذا شنو تيقول؟ تيقول نسيبي صافي. تنقولوا بالدارجة نسيبي، ولكن باللغة العربية هي المصاهرة. يعني هاد السيد هذا بنته جوجها لهذا كيتسمى المصاهرة صافي. وعلاقة بين علي وزهور، علي وزهور شمن علاقة كتربط هاد الجوج؟ بما انهم جوج اجداد، اذا بيناتهم كان عندهم واحد العقد ديالاش؟ عقدو الزواج. اذا النوع صافي، غادي نقولو ازواج. مزيان، برافو لك. اذا السؤال الموالي قالوا لنا ارتب فدوى واخويها حسب الاعمار من الاكبر الى الاصغر واسم الجيل الذي ينتمي اليه. اذا هنايا الى جينا من الاصغر عندنا علاء، ها هو علاء، فالزيد علاء في 2009. مزيان. وعندنا ياسر، ياسر زيد في عمر 2015. وعندنا فدوى زيدة 2011. إذا قالوا لنا من الأكبر إلى الأصغر، شكون اللي كبير فيهم؟ هو اللي عنده أصغر عمر. إذا الأكبر غيكون علاء، أول الأول غادي يكون هو علاء، والثاني غادي يكون هو فدوى، والثالث هو ياسر. حيت ياسين تزاد في 2015. برافو عليك. إذا هنا وأسمي الجيل الذي ينتمي إليه، شنو هو الجيل ديالو؟ هو جيل الأطفال. جيد، نحن الأطفال. برافو. إذا في النشاط رقم 3 أنجزوا شجرة عائلاتي. إذا باش نديروا شجرة العائلة ديالي، وسجلوا شهادات من أفراد عائلتي. غادي نمشي عند الجد ديالي غنقول له عاودي لي الشهاده ديالك، شكون هو وليدك انت، شكون هو ولد وليدك، غتقول لي الشهاده. اولا غنمشيو عند الاب ديالنا يعاود لنا الشهاده ديالو، حتى هو الاب ديالو شكون والاحفاد ديالو شكون صافي.
والأحد أقارب. إذا نجمعوا المعطيات ديال الناس اللي كنعرفوهم من شجره العائله ديالنا. ثاني حاجه ها هي اجمعوا الوثائق المكتوبه ليكستري، شنو قلنا؟ نسخ من عقد الولاده، عقد الزواج ديال الاب للام، هادو هما الوثائق. ثم اصغ المعلومات التي تبين العلاقه بين الافراد. هذاك النسخه ديال الولاده هي اللي كتبين بانني خوك، حيت كيكون عندهم نفس الاب ونفس الام. صافي. عاوتاني هنا انجز شجرة عائلة انطلاقا من الشهادة الشفهية ومن الوثائق المكتوبة. كيفاش غادي نديرو ليها؟ غنديرو ليها بحال التمرين اللي درنا قبل. تكون شجرة بحال هكا، فيها مثلا انا هنايا وعندي اختي هنايا واختي هنا، ابي جيل ديال الاباء جيل ديال الابناء، كما شفنا في الفاتقة الاولى في حد التمرين النشاط الثاني. هكا غتكون الشجرة، يكونوا التصاور ديال الاباء ديالنا وديال الجدود ديالنا الى عندنا، ونديروا لهم الاسماء ديالهم، واميزوا بين الاجيال في الشجره. بحال هنايا هادو هما الاجيال، وهذا جيل ديال الاباء، وهذا جيل ديال الاجداد. صافي مزيان. دابا في الدعم اقوم تعلماتي، هجو ديال الاسئله خاصك ضروري تكوني عارفه الجواب ديالهم. قالوا لنا اذكر مصدرين يفيدان في انجاز شجره عائلتي واعلل جواب. شنو هما جوج ديال المصادر اللي هما ضروري انهم تيعاونوني باش نصاوب الشجره؟ شنو هما؟ قربي وعاودي ليا هادشي. شنو هما؟ الجيل. ماشي الجيل، مصادر. هذاك الشيء اللي خصني باش نصاوب الشجره. شنو اللي خصني؟ شنو؟ اصلي عاد استياد، عندنا عقود الازدياد. اها الولاده. اها زيدي وعقد ديال الزواج ديال الابوين. زيدي عاوتاني. خصنا شهاده شفهيه ديال من؟ ديال الابوين، ديال الاباء، اولا ديال من؟ اجداد، اولا ديال الاجداد. هذا هو التعليل. صافي برافو. قال لك هنا اكتب تعريف لشجره العائله. شنو قلنا على التعريف ديال شجره العائله؟ قلنا في الاول كاع شنو قلنا. اذا شنو هو التعريف ديال شجره العائله؟ سمعي مزيان باش تعقل عليها. شجره العائله شنو شفنا حنايا؟ شفنا هي عباره عن شنو؟ شجره. هي شجره. اذا نقولوا هي عباره عن نوع من خطاطات تشجير. صافي. وهي من احدى الادوات اللي كتعاوننا باش بالتاريخ، باش ندرسوا التاريخ ديال عائلات ما. إذن شنو هو أبرز فائدتها وأبرز فائدتها في تعزيز الانتماء العائلاتي؟ إذن هذه شجرة العائلة، إذن الإبراز ديالها فين؟ يتجلى كتبين لنا النسب ديال الأسر وديال الملوك، وكتدير لنا عاوتاني الدور ديالها فين؟ كتوضح لنا الأجيال. مزيان. إذن هذا الشيء اللي كاين في هذه الفقرة ديال هذا الدرس. هذا كنتمنى انك استفدتي من الدرس مزيان وفهمتي، باش ملي تدخلي للقسم غادي تشجعي وتبقى تجاوبي لانك فهمتي شويه الدرس. اش غادي نقول لك؟ تهلاي تهلاي.